عنك يابا. ليه يا ولد؟ هو انا مش هقدر اضرب بالطبنجه؟ لا يابا العفو، تقدر، بس انا اللي لازم اشيل المسؤوليه عنك. يستحيل اسيبك في السن ده تتسجن وتتبهدل. الحين يا زهر اعملي معروف. اوعك يا زهر. متخافيش ياما، مش هوسخ ارض الدار، هاخدهم معايا، هنزل بيهم ميت الغانم واتويهم هناك. لا ميت الغانم ايه؟ انا قصدي لازم يتوه هنا قدام عيني. خلاص يابا تعال معايا. يا حضرة العمدة يا استاذ زاهر، انا مستعد اعمل اللي يخلصكم ويرفع راسكم، مستعد اعمل فرح هنا وفي بلدكم كمان، واعلن جواز الزهرة لكل الناس وانشر عنه اخبار في كل الجرايد كمان. ما عادش ينفع، اللي عملته انت وهي ما يتنسيش الا بالدم. خصمك النبي يا ابو زاهر. استنى يا زاهر. لا اله الا الله. ونضمن منين يا فندي انك هتنفذ اللي بتقول عليه؟ انا موافق على اي ضمان تطلبه يا حضره العمده. ضمان ايه يابا؟ اخلص انت يا زاهر. دي افرض يعني حضرتك خرجت من هنا دلوقتي، رحت على اسم البوليس وعملتها لنا قضيه، اقسم بالله من غير حلفان، مفيش ايات ولا دليل يثبت لو انت عملت ايه، وتكون سدت طريقك بيدك وحكمت على نفسك بالاعدام. زاهر احنا هنسيبه يمشي دلوقتي، واسمعني، بكره المغرب هيجي وهنجيب المأذون وهنعمل الفرح، وبعد بكره هنكررها في بيت الغانم وهننزل الخبر والصور في كل الجرايد، ولو الافندي عملها وهرب ولا جاش مش هتطلع عليه شمس تاني يوم. اقسم بالله حاجي وحنفذ. زاهر حل ايديه وخليه يمشي. يا بالله قلت حل ايديه وخليه يمشي. انا مش عارف اقول ايه، لكن بكره تكون هنا الساعه 6 بالدقيقه حاجي، وان شاء الله انا غور من خلقتي السعادي. حاضر 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 حاضر. بتعيطي؟ والله ما نفع غير حنية ابوكي وقلبه الطيب. ما عادش خلاص يا زهر، ما عادش. عليم ربنا اني كنت بحب البنت دي قد ايه، كنت باني عليها املي ازاي، لكن معلش اهو كفه من ضمن الكفوف اللي مترصده علي ولا كل باب، لكن الكف ده كنتش عامل حسابه ولا مديله اخوانا، لكن تولني وكسر نفسي وحنى راسي. ابو زيدك يا بابا، ابو زيدك، ابو زيدك سامحني وما تقعش الكلام. انهاضي انهاضي يا بنت، روحي ساعدي على دار توفيق البدري، وبكره المغرب تكوني هنا. ابو زاهر اديها تشتري فستان الفرح. معايا يا بابا. اخلصي! انا هصرف عليكي وعلى فرحك كانه بجد، وكانه حصل برضايا. ما تبقيش غضبان عليا انت كمان. ليه يا زهر؟ ما تسألنيش يا عادل. عايز افهم ليه؟ كنت متخدرة ولا غايبة عن الوعي؟ هي دي الحقيقة، مش هتهم حد غيري، مش هقول ان الراجل ده خدرني ولا غيبني عن وعي، انا اللي خدرت نفسي وانا اللي هربت من وعي، استسلمت للحظة، الطموح شدتني خلعتني من جذوري، من كل اللي عشته في بيت ابويا وكل اللي شفته مع علي،
لحظة ضيعت مني الحلم البسيط، الإحساس بالأمان. اللي في إيدي رميته ومسكت بداله الحلم المستحيل. مش عارف أحزن على مين فيكوا أكتر، إنتي ولا علي؟ متهيألي رغم إنه في السجن لكن حر عنك. اوعي تقولي له يا رأي لو كنت رايحة تزوريه. أقول إيه بس يعني أنسة؟ هو عبط؟ هو ده كلام يتقال؟ أروح أقول له إيه؟ أقول له زهرة اللي حبيتها وأنت في سن 14 سنة خليت بيك وأنت من أربع حيطان وراحت اتجوزت واحد غيرك في السر. بس وطي صوتك، تسمعك هي وأخوها في الصالون. ما تسمع يا أختي، هم عارفين كويس أنا ما بخافش من حد. يا سلام، ده خلاص ما بقاش في ناس. خلاص يا عم بلوي، ما عادش في ناس. سبحان الله ولا اله الا الله، ده نصيب واسباب بيسببها المولى سبحانه وتعالى. رؤيا بنتي وابن علي بخته قليل من يومه، زي امه الله يرحمها وزي خالته، ربنا بيقسم الحظوظ والارزاق. وإذا كانت إرادته سبحانه وتعالى إنه يؤثر علي أنا وذريتي فده الحكمة، نقبلها حامدين شاكرين. أحمدك وأشكر فضلك على عطاياك يا كريم. سبحان الله ولا إله إلا الله. يقطعني أنا السبب؟ الله. السبب في إيه بس يا رأي؟ هو اللي دايما كده بقاله مدة يفتكر اللي راح ويقعد يكلمهم ويشتكي لهم. الظاهر عليه هو كمان. يا اختي يا انيسه، الهي يخليكي اقعدي ساكته. مش ده ابوكي يا اختي اللي كنا مسلمين فيه من 20 سنه وكان بيعمل اكتر من اللي بيعمله دلوقتي، وبعدها بقى ينط زي الحصان. طب ايه قولك بقى؟ ابوكي ده هيودينا كلنا واحد واحد وهيستنى هو. يا اختي ده زي القطط بسبع ترواح. جاتك ايه يا رقاي؟ يا اختي اضحكي اضحكي، محدش واخد منها حاجه. باين عليكي مبسوطة، إياكسي حلمي ماشي معاكي بما يرضي الله. آه ماشي بما يرضي الله قوي. اسكتي اسكتي، ده أنا ربطاه من رقبته بسلسلة كلاب. ما أنا خلاص عرفت ديته، هيموت على الفلوس من ساعة ما ردني بقى، وأنا عمالة أطمعه أطمعه وأنزله على مفيش، أطمعه أطمعه وأنزله على مفيش، لغاية ما بقى يتمنى موتي يا أنيسة. يا أختي بعد الشر ما تقوليش كده، بعد الشر عليكي. يا أختي أنا ما بقولش حاجة، ده هو اللي بيقول. صدقي وتأمني بالله، أنا بشوفه بظهري كده وهو بيتمنى لي الموت. بس أنا عملت حسابي، كتبت الفلوس باسم توتو. وهو عارف؟ هفوت عليك الساعة 4 إن شاء الله. عن إذنك يا أنيسة هان. أنيسة وشرفت. عن إذنك يا عمتي. أنت يا ودي عادي، أنت واد ما بتجيش تزورني ليه؟ حاضر يا عمتي، قربوا خلاص يصرخونا من الجيش بعد ما الحرب خلصت، وبعدين هفوت عليكي كل يوم. ما نشوف يا اخوت. خليكم مستريحين. حتى ماما قالوا لي ان العروسه موجوده هنا. لو اقصي يا حيوان، انا اسفه اني جيت لكم من غير شروط، بس اعمل ايه؟ مضطره. واجب الام تكون جنب بنتها يوم فرحها، مش كده ولا ايه يا زهره؟ مش ممكن طبعا. هو ده الممكن الوحيد. وإذا كان أبوك بيعمل ده كله عشان يراعي الشكليات، فالمفروض إنك تحافظي عليها من الألف للياء. هتيجي معايا البيت وهتلبسي فستان الفرح وهتخرجي من بيت البيت أبوك. ليه بقى؟ ما نعمل الفرح نفسه في الفيلا. أنا شخصيا ما عنديش مانع، ولو إن مفيش وقت. سيب حكاية الوقت والترتيبات دي عليا أنا، هحلها. وأنت خلاص يا زهر، هتمثلي التمثيليه لغايه الاخر، وانا هقوم دلوقتي عشان الحق اوضب اللي ناقص. استنى هنا يا استاذ، مش لما ابوها يوافق؟ ما هو ده برضه من ضمن الترتيبات، هفوت عليه الاول. يعني ما بتتكلميش؟ اتكلم اقول ايه؟ كل اللي هتتفقوا عليه هنفذه بالحرف الواحد وعلى راي عادل. التمثيليه لازم تخلص للاخر. غريبه، اول مره اشوفك مستسلمه بالشكل ده. اتشال من البيت ده؟ حاضر،
اتحط في البيت ده حاضر، اترمي في الملجأ برضو حاضر. مش قادرة تنسي الحكاية دي يا زهرة. أنسى نسيان ده إرادة يا نازك هانم، ولما إرادتك تتسلب منك تقدري تقولي لي تنسي إزاي؟ بس أنت دلوقتي كبرتي وتعلمتي وشخصيتك نضجت وبقيتي قادرة تفهمي كل اللي حصل. أفهم؟ عمري ما فهمت ولا عمري هقدر أفهم. أفهم إزاي إن أمي ترميني؟ أفهم إزاي إن أفتح عيني على خالة فلانة وعمة ترتانة؟ ما فيش واحدة فيهم أقول لها يا ماما، وأمي دي سليمة وعايشة وبتعافية وواعية لكل اللي بيحصل حواليها. أفهم إزاي إني أفتح عيني وأكبر ما لقيش جنبي الإنسانة الوحيدة اللي ممكن أبوح لها بسري وأقولها على مشاعري وأسمعها تنصحني وتوجهني؟ أفهم إزاي إني ما لقيش الإيد الحنينة اللي تمرضني وتخفف عني ألمي وتشيل همي؟ أفهم إزاي إني أتحرم من صدر أمي وأتيتم عشان هي مشغولة بجوازاتها ومشاريعها وشركاتها؟ أفهم إزاي؟ مش حاضر أنكر ولا هدافع عن نفسي. أنا غلطت ببساطة كده، غلطت أجرمت. حاكميني لو تقدري، عاقبيني زي ما أنت عايزة، بس مش هتقدري تنكري انك بنتي. بنتك؟ ارجوكي سيبيني، انا مش متعودة على حضنك ولا ملمس هدومك ولا ريحة برفاناتك. بس بنتي، بنتي، بنتك مش لعبتك اللي كرهتيها ورميتيها سنين، ساعة ما افتكرتيها جبتيها تفخي من عليها التراب عشان تلعبي بيها تاني. ما كانش كرهي لك يا زهرة، كان كرهي لنفسي، كان كرهي لحتة مني باعت نفسها لراجل وهي بتحب راجل تاني. ايوه، لأول مرة بقولها وبعترف بيها، أنا كرهت نازك اللي اتجوزت سليمان وهي بتحبس لي. نازك اللي اتفاجئت بنفسها بين احضن راجل ما بتحبوش ومع ذلك خلفت منه بنت. كرهها للراجل ده عمل حاجز بينها وبين البنت. الحاجز ده مع السنين انتهى، راح الكرة وفضل بس حبها البنت. بعد ايه؟ بعد ايه؟ للأسف تأخرتي على الأقل 20 سنة. لا يا زهرة، لا، أنا مش هسيبك، هكفر عن ذنبي، هعوضك عن كل الوقت اللي بعدنا فيه عن بعض. زهرة سامحيني يا زهرة، سامحيني سامحيني. زهرة فكرت كتير ما اقولكش، لكن ما قدرتش اسيبك تعرف من حد غيري. زهرة بدون تفاصيل يا علي، انا حاولت اعرف منها الاسباب، لقيتها ضايعة. زهرة ساعة عدل ولا أي حاجة تانية، ولا الشمس بطلت تطلع على الأرض بطلت تلف، كان زهرة. افتكرش يا علي إن الخبر كان مفاجأة ليك، أكيد كان في مقدمات.
عشان ايه؟ عشان ما زرتنيش هنا؟ حتى دي لقيت لها مبررات عندي. قلت يمكن وضعها كصحفيه بيمنحها انها تكون على صله مسجون في قضيه سياسيه، ومعتمد عليا انها افهم واقدر. كانت دايما معتمد عليا، عشان كده ركزوا في طموحها عادل. قالت علي ده مضمون مش هيضيع مني. كان ده بيلمني وبيجرحني، لكن في نفس الوقت كنت مطمن للحب، للاساس اللي شايلهولي. لما زميلتها نايره حذرتني قبل القضيه من عمر ما خفتش. قلت علي جوه زهره مش هسيب مكانه لاي انسان في الوجود. ما كانش ثقه في نفسي قد ما كان ثقه فيها هي. ما فكرتش لحظه انها ممكن تفكر في اي انسان تاني. انت دلوقتي تقولي انها ما فكرتش وبس؟ لا، دي اتجوزت، انت بتفتح انسان تاني غيري. زي ما قلت يا علي، الطموح، الطموح اللي جوه زهره هو اللي غلبها، مش حبها لحد تاني غيرك. هي دي الحقيقه يا علي. زهره عمرها ما حبت حد غيرك، ومهما حصل ده هيفضل جواها ومش هيغيرها. والدكتوراه خلاص خلاص يا عادل، خلاص. هي صفحة وانطوت زيها زي البعثة والدكتوراه والأحلام اللي سقطت كلها. روح روح وخليك جنب أختك واعمل اللي تقدر عليه، بس عايزك تقول لها كلمة واحدة بس. علي بيتمنى يكون المكسب قد التم اللي دفعتيه. وإيه الجديد يا علي؟ إحنا جيل الأحلام العظيمة والانكسارات العظيمة. Thank you.
لحد دلوقتي كل شيء ماشي كويس، مفيش مشاكل خلاص، وهي لو هتعدي. كل الناس مصدقين ان الكتاب انكتب النهارده الصبح في سيدنا الحسين. طبعا ما يصدقوش ليه؟ الخبر وصلنا متاخر يا سليمان، كان لازم تدينا خبر امبارح عشان نلحق الكتاب. نسد خالص يا وهداني، نسد نور، واشوف لك لقمه تاكلها وتسد بيها حنكك دي. انت بتقول فيه ايه؟ داني على لحم بطن من الصبحيه. الست ام زهرة عامله البوفيه الكبير بره في الجنينه يا خال، روح كل زي ما انت عايز. واجب دار، خد بالوا يا رجال، الدار داركم والفرح فرح. الله يعاملكم يا رجاله، في الفرح دايما يا باشا. الف مبروك يا سعاده الباس، يا جمالكم في الافراح، يا جمالكم في الافراح ان شاء الله باذن يا باشا. برضو كانت فكرة حلوة يابا اننا نعزل اهل البلد عشان ما نضطرش نعمل ليلة تانية هناك. هي دي فكرة الواد ابن البدري عادل، افرم عليه، واد حرك وناصح وذكي مش زي جماعة. تقصد مين يابا؟ كلكم يا فالح، كل اللي انا نفضتهم من ظهري سوى اللي انا جبتهم من وصيفة ولا البنت بنت نازك. سليمان يا ابن عبد التواب، حتى البنت الحيلة اللي قلت طلعت بيها من الدنيا تجوز فرح اي كلام كده ومعازيم اونطة. طب اقسم بالله تلاقي الواد ابن البدري راح اجر شويه الستات الحلوين دول والبهوات الحلوين اللي واقفين معاهم. ايوه يابا، باين عليهم البهويه صحيح. زينا رايحين نعزم بسة ومراته وحواري الحلمية. اخرس اخرس خالص، ما تتكلمش. هو اللي بيحصل لك دي نوع من الغباوة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بيها. ما هم بسة والعالم بتوع الحلمية دول ناسي وأهلي اللي أنا عايش وسطيهم دلوقت، واللي لازم أرفع راسي قدامهم يا بني آدم. بقول إيه؟ تحب أقعد مع العريس بعد الفرح ولا نسيبه الليلة؟ لا الليلة، لازم تخلص الموضوع الليلة حضرة الأبوكاتو. خلاص يا زهرة، بقت علني وثبتت للأبد ومبقناش غير بعض. اوعى تفتكر إن الفرح ده هيصلح حاجة أكتر من شوية المظاهر وصنع البابا، لكن تعمل حسابك بعد الفرح ما يخلص إنك هتروح لوحدك. وكلت لما قلت يا كفا، ومع ذلك كل انا مش علقان، انا عايزه سرايا زي دي حلوه مش كده؟ قبها على الاخر، ما تيجي تبني لي واحده زيها في حته الارض اللي في الهرم. مش وقت يا سبعبع، خلينا متداريين جنب الحيط. ندارة ندارة ليه يا عمر؟ الله 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 احمد، ما هي ماشيه معانا بقلاوه والقاش يا معدن، تجارتي ومقاولاتك مأكلنا الشاي. مش اسكت، اعملي معروف، كولي كولي كولي. يلا والشيف على قلبك انت والمحمل اللي معاك يا بسة. الف مبروك يا شريكي، ما تاكل معانا. روح يا بسة، هتعزم مع الراجل في بيته. مش ده برضه بيتك يا زلحاج؟ وهو يعني بيت الست مراته ونمرة اتنين، ما هو بيته برضه يعني، ده حتى كمان شريكته. وبعدين بقى لا 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 لا، الزوم الخوف في عرض الناس دي. تلاقي اخويا اخويا انت وهي في الحلاوه الطحنيه اللي قدامكم، بلاش تجيبوا سيره لحم الناس. انتوا مستغربين ليه؟ ما هو بعد الكيلو 101 الطريق بقى مفتوح لفك الاشتباك اللي محيركم ده. اللي محيرني مش فك الاشتباك،
اللي محيرني ان الوصله فيها يهودي من ساس الراس. كيسنجر هيراعي مصلحه امريكا طبعا قبل مصلحه اسرائيل. طب ومصلحه مصر؟ اتفضلوا تقدروا تقعدوا هنا. خير يا استاذ؟ عايزين مني ايه تاني؟ مش نقعد الاول؟ الوقت متاخر. اوكي ندخل في الموضوع. انت عشان تغري الانسه زهرة بالموافقه على جواز سري كتبت لها مؤخر كبير، يا ترى فاكره؟ ايوه طبعا. 10,000 جنيه صح؟ ايوه. تتفضل حضرتك وتجهز المبلغ ده خلال اسبوع. ليه؟ لانك هتطلق زهرة في الميعاد ده. اسف، زهرة مراتي ومش هطلقها. انا محامي ودوري بس ان اتفاهم معاك، وما دمت رفضت انا هبلغ سليمان باشا، دي اوامره. قال لي لو رفض ما تناقشوش، اديني خبر وانا هيبقى لي معاه تصرف تاني هو عارفه كويس. ملك يا وزير، شايل عبد القادر ليه؟ مادام كل حاجه تمت زي ما انت عاوز. مر قوي في حنك يا وصيفه. ليه بس؟ مادام ربنا حليه. هو سهل عليا وليه؟ اشوف بنت الحيله قبل ما تروح ولا تيجي بتتطلق. تتطلق يا ندمتي؟ امال عايز انا اعمل ايه يعني؟ اسيبها في ايد ندل زي دي؟ ده لا يمكن. وبعدين الحكايه دلوقتي مش انها اتجوزت من ورايا، لا لا، المهم انني ما اقدرش اسيبها في ايد راجل زي دي. ده يبططها ويخلص على بقيتها. يعني انت اللي عايزه تطلقها منه؟ معلوم. انا كمان قلت للمتر شفيق يبلغ الراجل ده ويخيره بين حاجتين، يا يطلقها يا نقتله، والمره دي بجد مش بهزار. لا يوه، تلاقيه الزفت واهدر اخوكي ومعاه النيله زاهر. ايوه، وصلوا اهل البلد اللوكان ده وجايين يخلصوا على بقيتي. قولي لهم اني نايب وانا هنام فعلا وغوري من خلقتي. حاضر حاضر. تاكل هم. طيب ايه؟ مساء الخير يا وصيف. مساء الخير يا ابو النجم. ازيك يا اما؟ الحمد لله. امال فين ابوي؟ مزاجه مش رايق، دخل نام. ايه؟ نام ازاي؟ داني موصيه استناني عشان عايز اقول له كلمتين مهمين قبل ما ارجع البلد الصبح. طب ما تقولهم لاني يا وهدان. ايوه صحيح يا خال، ما هو الموضوع يخص امي برضه. يا زاهر، امك لا بتحل ولا تربط، ما تاخذنيش يا وصيفه. ما دام الموضوع يخصني يبقى انا اللي حل واربط. انا بقول برضه الكلام يبقى في حضور ابو زاهر. طب ابو زاهر نام، هتعمل ايه بقى؟ خلاص، الامر لله، ااخر سفري حبه واستنى لما اتكلم معاه الصبح. على كيفك، بس يكون في علمك بقى اذا كان الموضوع ده محتاج ان انا اقول هقول لا. يما كده برضو يا خال اهي زعلت. دي وبعدها معاك يا زاهر، يعني انت عايزني اتكلم معاها قبل ابوك واقول لها ان الباشا باع ارضك لعزيزة بنت ابو راغب؟ ادخل. تعال يا عاد. زهرة خلاص وافق يطلق. بس عايزك تبريه. أنا مش عايزة أتطلق. بتقولي إيه؟ مش عايزة تتطلقي؟ لسه عايزة تعاشري الحيوان ده؟ عادل سيبنا لوحدنا شوية لو سمحت. حاضر، أنا داخل أنام عشان هصحى الفجر، مش هشوفكوا قبل ما أسافر. أنا مش عارف مشكلتك إيه يا زهرة، لكن أنا واثق فيكي ومتأكد إنك هتطلعي من المحنة دي أقوى من الأول. عادل ما تغيبش عليا. ها خلاص بقيت وحيدة، ماليش حد غيرك. أنا معاك يا زهرة، هكون قريب منك أكتر مما تتصوري. خلاص ابتدوا يسرحونا. تحمل في الثالث.
وهتطلقني كمان 6 شهور. خطر لازم تتخلصي منه. أنا مش عايزاه أكتر منك، مش عايزة أي حاجة تربطني بيك أو تفكرني بلحظة واحدة عشتها معاك، لكن للأسف مش هقدر. مش ممكن، كل شيء بتلخبط. لسه امبارح بعد ما رجعنا من الفرح الصوري اللي احنا عملناه، حماية كلمني وطلب مني اطلقك ومستعدين يتفاهموا. ارجعت تاني واقول لهم ان هجيب منك ولد ولا بنت كمان استحالة. انا في لحظة قدام بابا واخويا زاهر اكتشفت قد ايه انت ضعيف وجبان وما فيكش ذرة رجولة. الاكتشاف ده دلوقتي بيتأكد اكتر واكتر وبيتجسم قدام عينيا الجريمة اللي ارتكبتها في حق نفسي. وفري كل اللي هتقوليه، انا مش ناقصك. وانا يوم ما اكون ناقصاك هرجع كاملة من تاني. لعلمك انا ما قررت ان اجل الطلاق لحد مولد، كنت بفكر بس في مسألة شكلية مش اكتر، لكن دلوقتي ما يهمنيش. هستنى منك ورقة الطلاق النهاردة زي ما اتفقت مع المحامي بتاعكم. تبريني الاول. تجيب معاك المأذون النهاردة الساعة 6، وهقول قدامه اني خدت كل حقوقي الشرعية. انا عمر يا عمي هنفذ كل اللي حضرتك امرت بيه. ظروف خاصة ملهاش علاقة بطلب يرفعت بيه. أيوة يا زهرة، بس مكتبنا بباريس في حاجة ليه مجرد مراسل، وحرام نحبس كفاءة ممتازة زيك هناك. انت عملتي نشاط رائع للقسم وخليتي لصفحة التحقيقات شكل متميز. متشكرة قوي فندم، بس أنا متأكدة أن زمايلي هيوصلوا العمل أفضل مني هنا. واسمح لي أختلف مع حضرتك، مكتبنا في باريس ما بقاش محتاج مجرد مراسل، لأن المرحلة اللي احنا داخلين عليها بعد فض الاشتباك الأول والتاني مرحلة مفاوضات ونشاط دبلوماسي، ومركز النشاط ده هيكون أوروبا. فبعتقد أنه من الأفضل يكون لنا تمثيل صحفي قوي هناك. أوكي يا زهرة، أنا مقتنع. تحبي تسافري وتبدأي عملك هناك من إمتى؟ كل ما كان أسرع كل ما كان أفضل يا فندم. وعمر يا ترى؟ من فضلك يا رفعت بيه، دي خصوصيات ما بحبش أتكلم فيها. خلاص يا بنتي، أنا حمضيلك القرار وخليهم يخلصوا لك الإجراءات بسرعة، وبإذن الله في خلال 10 أيام بالكتير قوي تكوني مسافرة. فرنسا؟ أيوة يا ماما، فرصة أبعد عن كل شيء، أندمج في جو جديد وأتعرف على ناس جداد. يعني باختصار أغير حياتي. وأنا يا زهرة بعد ما لقيتك أسيبك تاني؟ انتي ما لقيتيش مني غير حطام متبعتر يا ماما، والحطام ده لازم له وقت وظروف عشان يتلم من تاني واقدر ارجع انسانة من جديد. ساعتها هتلاقي زهرة اللي انتي عايزاه. مش ممكن يا زهرة، مستحيل اسيبك حتى لو كنت حطام زي ما بتقولي. الحطام ده انا مسؤولة عنه ولازم أمد إيدي وألمه. يمكن أقدر أكفر عن ذنوبي. ما بقاش في وقت نضيعه في عقد الذنب، وما بقاش في حاجة في إيدك تقدري تعمليها. لا في، وإذا كنت اتخليت عنك مرة زمان فمش ممكن أتخلى عنك مرة تانية. وطريق النقاء اللي انت اخترتيه مش ممكن اسيبك تمشي فيه لوحدك، غريبة بين اغراب. انا هاجي معاك يا زهرة. تيجي معايا؟ معقولة؟ ده المعقول الوحيد. وحياتك هنا وشغلك ومشاريعك وشركاتك؟ انا ما بقاش ليا حياة هنا يا زهرة. انا كنت بحاول يبقى لي حياة، كنت بتخبط يمين وشمال،
والشركة والفلوس أمرها سهل. على إداري يعني قلت أجي أكل لقمة معاك، دماغي النهاردة مدهوشة. إيه ده؟ هي العروسة هنا؟ صباح يا مباركة يا عروسة. انت لا ايه؟ واقف سايبك كده ليه؟ غور هتقوم من هنا. يعني اودي الاكل هناك يا جناب الباشا؟ ايوه حاجه تسمم في مكتب. امشي. معلش خليكم انتوا براحتكم، انا اللي همشي بعد اذنكم. استنى عندك. انا كنت جاي لك النهارده السرايا. انا لسه لي كلام معاكي. لا قاعده مع الست ناصي جوه. نقحها كلمتين في عظمه والظاهر ناوي يكمل عليه. اللي قولي على بهلول، انت فاهم ايوتها حاجه من اللي بيحصل ده كله؟ الاول يبعتنا البلد نجيب له البيه زاهر من هناك، وبعدين البيه زاهر يخطف اخته الست زهره هي وقلع اللي اتجوزته ليه، وبعدين فرح. بس ايه بقى؟ العروسه تقعد عند امه والعريس يروح لوحده. الله، هو ايه اللي بيحصل ده ولا ايه؟ يا سامر شوخي، انت لسه ما فهمتش لغايه دلوقتي يا مليجي. فهمني انت يا اخوي يا ابو مخ منه للسمس على طول. هل بت ما العباره واضحه زي عين الشمس ان الست زهره اتجوزت واحد مش لادد على دماغ العمدي؟ هو فين سليمان؟ هيفضل مجريني وراه كده من امبارح للنهارده؟ وقال ايه؟ يقول لي اصلي العصر واقعد معاك، يوم يخرج من ورايا وما لاقوش. صبرك بالله بس يا خال. فين ابويا غفير منك له؟ الله اكبر، باريس مره واحده وانتوا الاثنين مع بعض؟ ده ايه اللي حصل في الدنيا؟ وايه الحنيه اللي كلبشت فجاه في قلبك كده يا ست نازك؟ كانت فين من زمان؟ كلنا بننسى نفسنا ساعات يا سليمان، لكن بنرجع لفوق. صح، وايمنات المسلمين صح. وهل بت ما انت ناسيه نفسك دلوقتي؟ بكرة تفوق، هتفوق انت هناك في الغربة وهتبيعك تاني لما تنخبط في نفخها وتدور لها على عريس جديد. انا مش محتاجة حد يقعد معايا قوي يونسني يا بابا، والكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده تصفية حساب بينكم انتوا الاتنين، وافضل اني ما احضروش عن اذنك. استني عندك، انا لسه ما قلتش اللي عندي. دخلتوني في حكاية باريس دي، انا في كلمتين لازم اقولهم عشان اخلص نفسي واريح ضميري قدام ربنا. محدش عالم لما تسافري هنشوف بعض تاني ولا لا. بعد الشر عليك يا بابا، ربنا يديلك طولة العمر. طولة العمر مع كسرة النفس ما هيش نعمة، وانت كسرتي نفسي. ارجوك يا بابا. بت يا زهراني، يعني بعد يلا باي مش نسافر. غور يعمل لي تعملية، يعني ما قلتش طيق. يلا هشوفك في البيت. حتى المرة الوحيدة اللي بنتنا احتاجت لنا فيها يا سليمان بتكرهها فيه. مكفكش السنين اللي فاتت دي كلها؟ ما تضحكيش على نفسك يا نازك. الأم ما بتبقاش أم فجأة كده على كبر، لا، الأم بتبقى أم من يوميها. شوف انت عايزة تسافري باريس ليه؟ يكونش وحشك ابن البدري؟ ايوه امال، ما هو بقاله سنين ما جاش. عايزة تروحي له لحده؟ اخلص اخلص انت، لا اديك كف يسويك. يعني مفيش حرمه تقول لي اخلص، وخصوصا انت. احنا شركاء، كنا متجوزين بعض، بينا عشره وود وايام جميله ما قلناش لا، لكن احنا فاهمين بعض كويس قوي يا بنت السنحدار. اذا كنت عايزه تسافري باريس أنا مش همنعك، روحي معاها. بس قبل ما تسافري
عايزك تحددي وضعك هنا في الشركة دي، وأصلح لك تبيعي لي نصيبك. أنا مش يعني مش مستني منك رد، مش فضيلك. خلي المحامي بتاعك يقعد مع المتر شفيق، عشان أنا مش فضيلك، أنا ورايا مصالحي. أنت فين يا أبا؟ وإيه اللي أنا سمعته من البنت زهرة دي؟ هل صحيح يا أبا هتسيبها تسافر؟ هي بيقال يا زهر، ما تقولش علاقتك بيت. وبعدين هي مش مسافرة لوحدها، أمها مسافرة معاه. وبعدين أنا خلاص نفضت إيدي من الموال دي كله. يا أبا البت بت مهما كبرت، حتى بعد ما تتجوز وتخلف كمان. إحنا مش في زهرة دلوقتي، أني عايز أسافر يا باشا، ولازم أنا أقعد معاك عشان أقول لك كلمتين. طب يا أخويا هم أنت وهو قدامي ما أشوف إيه الكلمتين اللي زانقينك من امبارح دول. ليه؟ ما تخليكوا في المصطبة وأمشانة. ما أنت ماشية طبيعي يا نازك، والمصاطب كلها هتبقى بتاعتنا وحنقعد براحتنا. فوتك بعافية. طيب الو بس والغانم للمقاولات، اكلم الحاج بسيوني من فضلك. يعني ما بتنكرش يا باشا؟ انكر ايه يا مخلول انت؟ هي تهمه؟ ايوه، انا بعت الارض بتاع وصيفه لعزيزه بنت ابو رغب. تبقى خنت الامانه يا سليمان. ايه اتجننت وبتقول ايه يا ابن المرزوقي؟ ايوه، لما وصيفة تعمل لك توكيل عشان تبيع 10 فدادين تعمل بيهم الشركة دي، تقوم انت من وراها تبيع الخمسين فدان التانيين، تبقى اسمها ايه يا سليمان؟ اسمها ايه يا زاهر؟ ما ترد على ابوك. ايوه يابا، اسمها خيانة امانة. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقولوا ايه؟ بتقول ايه يا ابني؟ يلا ايه يا ابني؟ هو انتوا صرتوا ضرب؟ ده اللي حفشفش عظمك منك ليه؟ يا لؤي انت وهو، قالين تشتموني؟ بتقولوا عليا ايه؟ ايه؟ انا اخون الامانة؟ أني حرامي أسرق مراتي وأم عيالي؟ مش القصد يابا. وبعدين ما تعقل أمال يا سليمان، وأنت ما قلتش ليه قبل ما تلطخ الكلام في وش كده زي الجلة؟ ما أنت مش عاوز ترسيني على المسألة يا سليمان. وكل ما نفتح معاك الكلام يابا تقفله. يا سلام، طب حدش قال لك يا سبع البرومبا أنت وهو إن الفدن بتاعت وصيفة دي ضربها مية الصرف بتاع المشروع ومبوراهم؟ أيوة يابا عارفين، وبعتنا شكاوي للمديرية، والبه مدير الزراعة شخصيا قال لي ان الحكومة هتدفع تعويض وهتصلح الارض. سلم لي على البه المدير. المدير ويوم الحكومة ده بقد ايه يا حاج وهدان؟ والحكومة هتدفع تعويض قد ايه يا سي زاهر؟ ما ترد يا مغفل انت وهو، ولا ما تردوش؟ انتوا مش بتعرفوا تفكوا الخط، انا هخزق عينيكم. خد يا اخويا انت هو، شوف مكتوب ايه هنا. ده عقد بيع مسجل، اسم البايع، اسم المشتري. الله، ده مصنع الجلد متباع لأمي يا خال. ويطلع ايه مصنع الجلد ده؟ ويطلع ايه مصنع الجلد؟ انت مش فاهمك. مصنع جلد يعني بيعمل شنط وحزمة وجزم يا وهدان انت وزاهر. اي والله، وبعدين بيكسب في الشهر الواحد قد اللي كانوا بيطلعوا الارض بتاعت وصيفة في سنة. بس مهما كان يابا، الارض عرض حتى لو ما نبتتش عود اخضر. ايه رايك يا سبعبع؟ كلام زي اللي صحيح يا بوس. اه كمان ما فرحتي مش مصدق. تكونش الوليه دي بتلعب علينا ملعوب. قلبتها في دماغي طول ما انا جاي في السكه. غرضها ايه يا ولا؟ وبتلعبها لحسابها ولا لحساب مين؟ لكن قلت روحي في الاخر، ما دام هيبقى بيع قانوني بعقود على يد المحامي، انا هخاف من ايه؟ على رايك. ايوه بس المبلغ اللي طالباه فوق قوي. المهم البيعة تساوي ولا لا؟ هي تساوي بعقل، ده فرصة عمرها ما هتتكرر يا سبعوية. كفاية انها ادتني سكة الف بيها للعمدة من ورا، واطبق في زمارة رقبته من تاني، واحطه قدامي كده، وهم يا جمل. خسارة يا هاني، مش علشان سفرية ممكن ما تطولش تضحي التضحية دي كلها. تضحية ايه يا أستاذ؟ أنا بحمي نفسي. اسمحي لي يا هانم، أنا مش فاهم. من مدة قصيرة اكتشفت إن سليمان غانم وعصابته اللي حاطتهم معاه في الشركة من زمان بيلعبوا لعبة خبيثة.
وللأسف ما اكتشفتهاش إلا متأخر. بياخد من شركتنا مع بعض ويحط في شركته مع بسة كل المقاولات الصغيرة اللي أرباحها كبيرة، ويبعد هو عن كل المقاولات الكبيرة اللي ممكن تكشفه، ويحمل الشركة كل الخسائر والضرائب، وفي النهاية يطلع الحساب الختامي خسران، يعني أنا بالذات، وسنة في سنة يتخرب بيتي ويضيع رأس مالي. فكرت أعمل إيه وإزاي أطلع من الشركة دي بدون ما أخسر فلوسي وبدون ما نبهه إني عرفت. جات لي سفرية باريس إنقاذ حجة، قلت أرميله الطعم. قال أشتري، وأنا متأكدة إنه حيعرض عليا تمن ما يسويش، ولو ساومته هيطلع حسابي كله خسران. قلت ليه ما استغلش طمع شريكه بس اللي مستني فرصة يطبق في رقبته. وأديك شفت يا أستاذ أنا طلبت كام وهو وافق إزاي. بسم الله ما شاء الله. اسمحي لي أهنيك يا هانم. استنى يا أستاذ، ابقى هنيني لما بيع. السلام عليكم يا خالتي صبر. وعليكم السلام ورحمة الله يا ابني. قمر جوه؟ في أوضتها بتذاكر. لحظة، قولي لها إن معايا ناس عايزانها. قمر، أخوك طاهر بيقول إن في ضيوف بره عايزينك. ضيوف ليا أنا؟ مين يا طه؟ ناجي؟ ازيك يا بنت عم؟ ألف حمد لله على سلامتك. عمك مش هنا يا ناجي؟ لا، عمي هنا يا قمر وحيفضل. بس ما سبناش اللي هو فرحان. طاير فيكم يا ناجي، كان شايفكم وانتم بتحاربوا وتعدوا القناة ترفعوا العلم، عينيه ما فاتتكمش لحظة. انا مش فاهم حاجه من اللي بتقولوه ده. لازم ترشح نفسك يا اسطى. حلم بيه بعت الاوراق كلها في مكتبي يا دوب تملاها، والمساله مش عايزه تردد. وانت صلتك ايه بالموضوع ده؟ زي صلتك بيه بالظبط. ده مندوب الاتحاد العام يا ريس زكريا. مندوب الاتحاد العام ولا مندوب ايه يا اسطى؟ انت فاكرني هخاف منك؟ انا فاكر نفسي جاي اساعدك. اما نتقابل الليله في المؤسسه عندي حلم بيه هتفهموا بعض اكتر. ومعاه ايه بس يدهوله مرايا الشهيد؟ معاه كتير يا متولي، محبة اخوانه وثقتهم ونظافة اسمه. زكريا واجهة بتلمع، واجهة حلوة ومطلوبة في ايام جاية كتير، محتاجة البتارين بتلمع وتبرق عشان تداري وراها البضاعة المضروبة. جرس المنبه ده يا نيشة؟ لا يا ما ده جرس المنبه. ايوه 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 مين؟ حبيبي.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.